انا بحب ارسم ووتر كولرز، وما كنتش عارفه انها خامه صعبه. من الخامات اللي بحس ان الميه بتشتغل معايا، يعني عارفه مش بشتغل لوحدي، باجي ارسم بقى ايه ده، الميه بتعمل حاجه معايا، انا مش بس انا فرشتي انا او ايدي انا اللي بتشتغل. الى جانب ان بحب ارسم بالزيت وبحب ارسم بالباستيل، بس دي من احب الخامات ليا. يعني اللوحات مختلفه بقى، بتشوفي البينتينج مش ابيض واسود، بس هي مثلا تونز اوف بلوز، هي تونز اوف بيربلز، هي تونز اوف جرينز، هي تونز اوف وان كولر ذات ميك يو فيل ذات اتس لايك مونوكروماتيك ايفن ذو اتس نوت، اتس كوايت كولرفل وين يو لوك ات ات. This is behind the, you know, it goes to the same idea that I was talking about.